تكافح إندونيسيا في التعامل مع مخلفات الأكياس البلاستيكية وغيرها التي يذهب كثير منها لمكبات النفايات ويتسرب كثير منها في نهاية الأمر مما يؤدي إلى تلويث الأنهار والمحيطات. لنتابع. أكثر من 25 كيسا من البلاستيك وزجاجتين وعبوتين من البلاستيك أيضاً تستخدمها الأندونيسية نايك رحمواتي وأسرتها التي تضم 4 أفراد في اليوم العادي. فمن التسوق وحتى شراء الطعام من كشك على جانب الطريق تساهم رحمواتي وهي ربة منزل مثل ملايين الأندونيسيين الآخرين في زيادة نفايات البلاستيك في دولة تواجه تحدياً متزايداً يتمثل في معالجة القمم. وتقول رحمواتي إن كل شيء تقريباً تشتريه من المنتجات التي تباع في السوق يأتي في كيس من البلاستيك، وعلى الرغم من أنها تحاول إعادة استخدام بعض الأكياس فإن معظمها ينتهي به الأمر في سلة المهملات. وتعترف رحمواتي بأنه من الصعب عليها أن تتخلى عن استخدام منتجات البلاستيك بشكل تام، لكنها تقول أنها تحاول استخدام سلة خاصة بها عندما تذهب إلى السوق لشراء مواد البقالة. وتفيد دراسة نشرت عام 2015 في مجلة ساينس أن إندونيسيا تنتج كميات هائلة من القمم، وتعد ثاني أكبر مساهم في العالم فيما يتعلق بملوثات البلاستيك في المحيطات. وإندونيسيا رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، حيث يبلغ عدد سكانها نحو 260 مليون نسمة. وتكافح إندونيسيا التي تضم أكثر من 17,000 جزيرة في التعامل مع المخلفات التي يذهب كثيرا منها لمكبات النفايات ويتسرب كثير منها في نهاية الأمر مما يؤدي إلى تلويث الأنهار والمحيطات. ويقول برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنه يتم إلقاء نحو 8 ملايين طن من البلاستيك في المحيط كل عام على الصعيد العالمي، مما يتسبب في إلحاق ضرر قاتل بالحياة البحرية ويدخل السلسلة الغذائية مهدداً حياة البشر.